مشاهدينا، ختام الموجز، تعول السلطة الفلسطينية على دور أوروبي يصوب من جديد عملية السلام وينقذ الأونروا من الأزمة المالية التي تعاني منها. ومن هنا أتت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى فرنسا ثم إيرلندا، وعينه على وساطة فرنسية تعيد عجلة المفاوضات من جديد خاصة مع الجانب الأمريكي. لب عباس اعتمد لغة أكثر ليونة حين أعلن عن استعداده لبدء مفاوضات سرية أو علنية مع إسرائيل بواسطة الرباعية أو أي دولة أوروبية أو عربية في هذا السياق، في وقت يبدو فيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس محاصرا داخليا إقليميا ودوليا. ومن هنا يطرح التساؤل، هل تملك فرنسا رؤية معينة في هذا السياق؟ وهل ما زالت أوروبا تؤمن بحل الدولتين؟ وما وراء إعلان عباس استعداده لمفاوضات سرية أو علنية مع إسرائيل برعاية الرباعية أو أي دولة عربية أو أوروبية؟ هذا موضوع نقاشنا اليوم مع مسؤول قسم الرأي في صحيفة العربي الجديد معن البياري، ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من الدوحة. أستاذ معن، صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ معن. أستاذ، نبدأ من جولة عباس الأوروبية التي قادته إلى فرنسا وإيرلندا قبل أن يتوجه إلى نيويورك، حيث سيدلي بخطاب في أعمال انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ما كان الهدف فلسطينيا من هذه الجولة خاصة في المحطة الفرنسية تحديدا حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؟ يعني فقط وللإيحاء بأن هناك جهدا دبلوماسيا تقوم به الرئاسة الفلسطينية باتجاه عملية سلام ميتة، فقط في هذا الإطار. لا أعتقد أن التعويل على الدور الفرنسي سيؤتي أي ثمار إيجابية، وإنما ربما تكون للجولة أهمية في سياق البحث عن حلول لأزمة وكالة الغوث الدولية أونروا. يعني هنا في هذا الجانب هناك تعويل ربما يكون له، يعني له ما يسوغه. وأما بشأن عملية السلام التي يريد عباس وحده إحيائها، فلا أتصور أن الأمر لدى فرنسا شيء تضيفه أو تنجزه في هذا الخصوص. أستاذ معن، انطلاقا مما قلتموه، هل سمع الفلسطينيون ما أرادوه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة الرئيس الفلسطيني إلى العاصمة الفرنسية باريس؟ يعني هنا دعني أشير، الجانب الفلسطيني قال إنه أراد فقط أن يسمع ماكرون تطورات القضية الفلسطينية، وكشف عباس من على أدراج قصر الإليزي عن رؤية فرنسية معينة بهذا السياق. يعني صحيح أن الموقف الفرنسي يعد إلى حد ما إيجابيا في تشديده وتأكيده الدائم على حل الدولتين وعلى رفض المس بالقدس المحتلة، وعلى إذا تم إحياء عملية تفاوض أن تكون هناك مرجعيات واضحة. كل هذا الأمر بالموقف الفرنسي تعد إيجابية إلى حد معين، ولكن لا تصور أن لدى فرنسا قدرة على إحداث شيء في هذا المسار المعطل. ولكن لا بأس، يعني في النهاية لا بأس من كسب أو من صيانة الموقف الفرنسي واعتباره إسنادا في هذه الأمور. وأتصور أن للموقف الفرنسي في مسألة أونروا أهميته. أما انتظار فاعلية فرنسية فيما أتصور ضاغطة على الولايات المتحدة وضاغطة على إسرائيل، فأعتقد أن الأمر ليس بهذه الصورة التي يأمل بها الرئيس محمود عباس. نعم أستاذ معن، زيارة عباس إلى باريس أتت بناء على دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. انطلاقا من هذا الأمر، هل كلفت فرنسا اليوم بوساطة معينة بين الجانب الفلسطيني والولايات المتحدة، خاصة أنه ماكرون سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك؟ يعني إذا كان هذا، ليس هناك من معلومات مؤكدة في هذا الخصوص، ولكن إذا
افترضنا جدلا بأن هناك شيء من هذا القبيل. استاذ معي على مقاطعتك بس لكن بشكل الزيارة وتوقيت هناك رغبة. استاذ هو الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يكشف بهذا الإطار عن هذه المعلومات، ولكن شكل هذه الزيارة وتوقيت إلى العاصمة الفرنسية باريس قبل أيام من انطلاق الجمعية العامة للأمم المتحدة، هل تأتي بهذا السياق؟ نعم، يعني كما قلت سابقا فإن نعم هناك رغبة فرنسية بالحضور الدبلوماسي في المنطقة وبأن يكون لها يعني جهد معين في إحياء عملية السلام. هذا الوضع قديم وجديد، والرئيس ماكرون يعني نشط وأمام ابتعاد بريطانيا وأمام انكفاء أوروبا عموما عن الانخراط عمليا في قضايا في الموضوع الفلسطيني، فيريد أن يتقدم بهذا الأمر. أما أن لديه اتصالات مع الولايات المتحدة في هذا الخصوص فهذا على الأرجح مؤكد، أو يعني مؤكد. وربما كانت هناك يعني أن الولايات المتحدة تستطيب هذا الدور، ولكن في النهاية نتحدث عن المآلات والخواتيم. في الخواتيم لا أرى أنه هناك يعني نتيجة إيجابية يعني جدية مثمرة واقعية عملية من هذا الجهد. هو مجرد حركة دبلوماسية عادية فقط. استاذ معن، فقط اود الاشاره الى امر في هذا السياق. الرئيس الفرنسي كان دعا الجانب الفلسطيني عبر مستشار بعثه الى رام الله، الجانب الفلسطيني الى عدم رفض صفقه القرن قبل الاطلاع على محتواها، وفرنسا قالت انه قبل ان تطرح مبادره عليها ان ترى ما ستتضمنه صفقه القرن. هنا ياتي ربما هذا الانتظار الفرنسي، ولكن فرنسا اليوم ماذا باستطاعتها ان تقدم للجانب الفلسطيني؟ ما هي الرؤيه الفرنسيه التي اعلن عنها عباس من فرنسا؟ يعني حتى الاعتراف بالدولة الفلسطينية لم يأتي على ذكره. يعني إذا كان هناك نعم تفضل. نعم نعم نعم، هو صحيح الموقف الفرنسي على الرغم من ثنائنا عليه، لأنه لم يعد كما في السابق. يعني هناك نفوذ يعني إسرائيلي أو دالة إسرائيلية كبيرة على الإليزي. أما الحديث عن أن الفلسطينيين يرفضون أن لا يرفضوا صفقة القرن قبل عرضها، فهذا أمر يعني أتصور أنه يندرج ضمن الإنشاء، ضمن الكلام السياسي فقط، الكلام السياسي من أجل الكلام السياسي. نعم، فلتعرض صفقة القرن ولكل حادث حديث، ولكن المقدمات توحي بالنتائج. ما هو متحقق على الأرض، ما هو معاين على الأرض من وقائع إسرائيلية ينبئ بما تنذر به صفقة القرن. نعم. فالرفض الفلسطيني لها لم يأتي عنادا، ولم يأتي تصلبا، ولم يأتي تشددا، وإنما المقدمات التي أقدمت عليها إدارة الرئيس الأمريكي ترامب. نعم. والوقائع التي تنشئها على الأرض إسرائيل توضح ما مضمون في صفقة القرن هذه. نعم، استاذ معن، الرئيس الفلسطيني مع محمود عباس عقب لقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزي كان أعلن عن استعداده للشروع بمفاوضات سرية أو علنية مع إسرائيل بواسطة الرباعية الدولية أو بواسطة أي دولة عربية أو أوروبية. ماذا أراد من هذا الإعلان الذي يأتي قبل أيام انطلاق الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ سحب البساط من أيدي إسرائيل والإدارة الأمريكية التي ربطت وقف التمويلات المالية للسلطة الفلسطينية عودتها إلى طاولة المفاوضات. يعني عندما تتصلب الولايات المتحدة وتعلن بأنها تقطع المساعدات وتحارب القيادة الرئاسة الفلسطينية وتريد جرها إلى المفاوضات، فالرئيس الفلسطيني لا يملك إلا أن يقول أنه مستعد للتفاوض. هذا أمر في المناكفات السياسية والمكايدات السياسية والتداول السياسي يعني مقبول ومعقول. لكن المفارقة هنا أن ما يشيع في رام الله أن الرئيس الفلسطيني ذاهب إلى نيويورك لإلقاء خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، خطاب تحدي. لا، في طريقه إلى إلقائه خطاب التحدي هذا يعلن عن استعداده لمفاوضات سرية أو علنية من مدخل أي وسيط. يعني هو على السبيل برضو يوحي للولايات المتحدة بأن هناك قنوات أخرى غير واشنطن.
استاذ معن، على سبيل ذكركم الخطاب المرتقب للرئيس الفلسطيني محمود عباس هنا وسط توقعات اسرائيليه انه ان عباس ربما يمكن ان يعلن حل السلطه الفلسطينيه بهذا الخطاب، وتوقعات اسرائيليه بان يؤدي ذلك الى تظاهرات بالضفه الغربيه من جديد. لم يقدم الرئيس عباس على اعلان حل السلطه الفلسطينيه، هذا كلام لا اتصور انه دقيق ولا اعتقد انه صحيح. اتصور انه سيكون خطابا تقليديا يستعيد فيه الثوابت المعروفه، وسيؤكد على رفض اي اجراءات في القدس المحتله، وسيقول عن استعداده للتفاوض مجددا على اسس 242 وما الى ذلك. لا اتخيل طبعا هذه الامور بالنسبه للاعلام وبالنسبه لشرائح واسعه من النخبه الفلسطينيه هي ثوابت اصبحت وارضيه صالحه للتفاوض، ولكن لا اعرف مشروعيه تسميه هذا الامر انه خطاب تحدي. اما حكايه حل السلطه فامر استبعده شخصيا، لا اعتقد ان اصلا ليس من الحكمه الاقدام على مثل هذه الخطوه، لانه هذا يعني المضي من الفراغ الى الفراغ يعني، والعبث وخطوه عبثيه. لا اتصور ان حل ازمه السلطه هو بحلها. استاذ معن، انطلاقا مما قاله الرئيس الفلسطيني عن استعداده لخوض مفاوضات مباشره سريه او علنيه مع الجانب الاسرائيلي بواسطه رباعيه دوله اوروبيه او دوله عربيه، هل السياق الاقليمي الدولي حتى العربي يدعم الرئيس الفلسطيني بهذا السياق؟ هل هو مؤات لاطلاق هذه المفاوضات من جديد كما صرح يعني الرئيس الفلسطيني؟ نعم، نحن امام انكشاف سياسي عربي مريع، ليس هناك اي اسناد او اي حوار عربي حقيقي وجدي في اي موضوع. لا يعني لا نريد بيع انفسنا اي اوهام عن دور سعودي او دور مصري وما الى ذلك. هناك فقط قلق اردني كبير بشان اونروا وبشان القدس، صحيح، والنشاط الاردني الدبلوماسي الحادث حاليا في نيويورك يعني بهذا الخصوص ظاهر وواضح. اما دون ذلك فلا اتصور ان هناك جهود عربيه باي اتجاه، سواء بهذه واحده. اما ايحاء الرئيس عباس بانه مستعد لمفاوضات سريه عبر اي قناه، فهذا نوع من يعني نوع من اتصور انها رساله الى الولايات المتحده، انه اذا لا تلتفتوا الى الاعلام انا على استعداد للمضي في طريق اخرى، ولكن فلتكن الامور اكثر وضوحا، فلتكن الامور عبر قناه. ربما عرض الرئيس ماكرون شيئا من هذا القبيل، واستحسن الرئيس عباس ان يدلي على باب الإليزي بهذا الامر مرحبا. نعم استاذ معن البياري، للاسف دهمنا الوقت، شكرا جزيلا لكم، كنتم معنا عبر الاقمار الصناعيه من الدوحه، استاذ معن البياري مسؤول قسم الراي في صحيفه العربي الجديد. شكرا على وسهلا فيك. شكرا لكم استاذ معن. مشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعه والاصغاء، اللقاء يتجدد.